فأقول لكل سجين خذ هذا الدعاء وكلنا مساكين. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو عليك جبال الدنيا كلها من الدين لفرج الله عنك، قال تعال يا شيخ اسجد الآن وأسمعني حبيبي الغالي، اسجد لله عز وجل وقول اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذه ما يحتاج تشرحها، شفناها يا شيخ. واحد سجين الحين طلع ملك، واحد ملك ورئيس طلع سجين، المالك الملك هو الله. قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك وحده بس واحد وحده لا إله إلا هو على كل شيء قدير رحمن السماوات والأرض ورحيمهما تؤتيهما من تشاء وتنزعهما ممن تشاء اغنني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. قل هذا الدعاء والله لو عليك الدنيا كلها، لكن قلها من قلب والله لا يفرجن الله عنك. مشكلتنا أن نحسب أن فلان هو اللي يفرج عني، فلان هذا مسكين ما هو إلا أداة. كلهم ذنوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا ربي إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني.